طبعا هذا الخبر أمس نزل، وهذا الخبر ما راح يعجب إلا الناس اللي معه فلوس والله رازقه رزق كثير ما شاء الله تبارك الرحمن. حبيت أبشرك إذا أنك رجال معك فلوس، ترى بكرة راح يفتح الطلب المسبق على نسخة بلايستيشن 5 اللي من ذهب. نسخة بلايستيشن 5 اللي من ذهب هي نفس النسخة العادية بالضبط، نفس المواصفات، نفس كل شيء، لكن اللي يفرق أن هذه من ذهب، والطامة الكبرى أن راح يكون سعره ب 39 ألف ريال سعودي، بمعنى يعني أقول لك قيمة سبارك جديدة من الوكالة في الكامل. صراحة أشوفه بس حقة الخسائر صراحة، يعني أشتري بلايستيشن 5 عادية مثلا، إذا أحب اللون أنا الجولد أغير لونه زي كذا، فيه استكرات وزي كذا أكيد، وراح يكون سعره بالدولار 10,000 دولار. الحقيقة شركة سوني ما صنعت هذا الجهاز إلا أن في ناس تشتريه حرفيا، في ناس تشتريه ترو، وفي ناس أصلا يسمونهم مدري وشهم لكن عندهم هوس زي كذا، يحب يشتري الأشياء الغالية الثمينة ويخزنه عنده. فيعني لا تخافون، ترى شركة سوني ما تصنع شيء عبث. السلام عليكم، كلنا الجيمرز ننتظر أجهزة الجيل الجديد مثل بلايستيشن 5 وأكس بوكس سيريس، لكن بهذا الفيديو عندي لك بشارة راح تسعدك إذا أنك جيمر ومحب لأجهزة الألعاب بشكل عام. راح أتكلم عن سيريس 5 وأكس بوكس سيريس وسعر أكس بوكس اللي انصدمت منه الصراحة. أسعدا باللايك إذا كنت قديم بقناتي، واشترك عندي إذا أنت ضيف جديد بقناتي. وتروا هذا الفيديو للي يبون أخبار عن أجهزة الألعاب. الحين أنا بلشت، في ناس تبي شطحات وناس تبي ألعاب، لكن بحاول أعادل بينكم بقدر الإمكان. واللي يبي ألعاب يحط بالتعليقات إموجي الكنترول هذا، واللي يبي شطحات وشطفات وفيديوهات مرعبة وغريبة يحط بالتعليقات علامة التحذير هذه، نبي نشوف من الأكثر عشان نحدد. المهم أنا بيبسي، وخلوكم مع الفيديو المختصر والمفيد إن شاء الله، إنه يكون مختصر بقدر الإمكان، وأهم شيء يكون مليء بالفوائد لنا كجيمر. أول خبر، وهذا الخبر نزل أمس، الخبر يقول لك، أو دقيقة قبل لا أقول لك الخبر، كلنا منتظرين بلايستيشن 5 وأكس بوكس الجديد، ولكن حنا عارفين أسعارهن إنها راح تكون من فوق 500 دولار، يعني 1800 ريال وطالع، وفيها البعض متقروش من السالفة، يعني ما معه المادية الكافية، لكن أبشرك أحب أقول لك تطمن، شركة مايكروسوفت ذكية وداهية إلى أبعد مدى. شركة مايكروسوفت نزلوا جهاز باسم أكس بوكس سيريس إس، هذا الأكس بوكس سيريس إس مثل بلايستيشن 5 ومثل الأكس بوكس الجديد بالضبط. الاكس مثلهم بالضبط، يشغل نفس العاب بلايستيشن 5، يشغل كل شيء، نفس الاداء، نفس كل شيء، لكن ما في مدخل للاقراص، ويمكن يكون اقل مواصفات بشيء بسيط، يعني حتى يمكن ما راح تحس انت اصلا، بس ما تقدر تدخل فيه سديات، يعني ما في مدخل للاقراص. والداهيه ان سعره تخيلوا بس ب 300 دولار، يعني ما يعادل 1100 ريال سعودي. شفتوا الذكاء كيف؟ شركه مايكروسوفت ذكيه، راح تخلي مثلا اي واحد ما معه ماديه عاليه خلاص يحط براسه انه يشتري اكس بوكس سيريس اس. والزين انهم بالجيل الجديد راح يدمجون السيرفرات، يعني انت معك اكس بوكس تقدر تلعب مع اللي معهم بلايستيشن 5 مثلا، كلكم تجمعون بجراند. ولكن الغريب ان شركه كنتاكي جيمنج حسابها موثق بالانستغرام طقطقت على شركه اكس بوكس وقالت ان هذه الاضافه الجديده الى طلبات السياره، وحاطين صوره الاكس بوكس الاس هذا، وراده شركه اكس بوكس كاتبه سيدي هذا يعني الاكس بوكس هذا جهاز حقنا مو السماعه. صراحه ما له سنه حركه كنتاكي نهائيا، واتوقع ان صراحه شيء مدفوع، يعني يمكن شركه سوني دافعة لشركة كنتاكي علشان تطقطق على شركة اكس بوكس. ترى الشركات افكار ما ادري وش تبي والله. ثاني خبر، اذا عندك بلايستيشن 4 وطابت نفسك من الجهاز وتحس انك انغثيت من بلايستيشن 4 وطفشت منه، انتبه ثم انتبه انك تبيع مثلا اغراضه او تبيع الجهاز، او يعني تضيع مثلا اليد او الاشياء اللي كذا، لان عندي لك بشاره، بقول لك بشاره هذه، ان اي شيء ببلايستيشن 4 تقدر تشغله على بلايستيشن 5، يعني كل اغراض بلايستيشن 4 راح تكون متوافقه على بلايستيشن 5، متوافقه مع بلايستيشن 5. على سبيل المثال تقدر تشغل يد بلايستيشن 4 على بلايستيشن 5. والله هذا اجمل خبر بالنسبه لي، لاني الصراحه ما اعرف ادرفت جراند تريزمو الا بيد سوني 4، متعود يا اخي سبحان الله خلقه. وايضا ترى حتى الالعاب تشتغل حقت بلايستيشن 4 على بلايستيشن 5. يا اخي عارف يصرف بعد يخرج على خامس، كني لحد لا ما بتتشوترن يا بمس. ثالث خبر،
أبي أتكلم عن الأشياء الرسمية. هذه الأشياء الرسمية ما بكلام، راح يدعم بلايستيشن 5 فريمات 120 فريم، يعني البي سي راح يتفوق على بلايستيشن 5 الصراحة من ناحية فريمات، ولكن بلايستيشن 5 راح يدعم 8K راح يتفوق على البي سي بالنقطة هذه. وفي شركة مسوية مسابقة على بلايستيشن 5 باسم اربح بلايستيشن 5 بأحد منتجاته، هذا دليل يدلنا على أن سوني 5 بالطريق. وهذه صورة الأول شخص يستلم بلايستيشن 5، ما ندري من صحة الصورة لكن نقول إن شاء الله أنها صحيحة عشان يطمننا أن بلايستيشن 5 يعني قريب جدا. رابع خبر، أشهر هذا بإذن الله حولكم حواليكم خلوكم جاهزين، راح ينزلون حادث ويتكلمون عن بلايستيشن 5 وراح يعلنون يعني موعد نزول وهو السعر أكيد، ولكن فيه أخبار واجد شبه رسمية تقول أن بلايستيشن 5 راح ينزل بعد شهرين من الآن. حتى شركة مو شركة جرير، حتى مكتبة جرير ذكرت هذا الشيء، بلايستيشن 5 راح ينزل بعد شهرين. ولا تخاف إذا أنت مشترك عندي راح أعطيك الأخبار أول بأول، ومعروف إن إذا نزل بلايستيشن 5 راح ينزل الأكس بوكس دايركت بنفس اليوم حتى ممكن. ولكن هذا الخبر اللي حبيت أوريكم إياه، الحدث حق بلايستيشن قريبا حولكم حواليكم هذا الشهر بإذن الله، راح يعلنون عن السعر وراح يعلنون عن موعد الأصدار. خامسا واخيرا، طبعا راح تنزل مع بلايستيشن 5 سماعه محيطيه مخصصه للسوني 5، يقولون هذه السماعه راح تعطيك اجمل تجربه للعب ببلايستيشن 5، وراح تكون بدون مايك، يعني ما في مايك كذا، لا شلون اقول لك، المايك داخل السماعه، عرفت، نفس المحيطيه اللي قبل، وهذا الصراحه اكره شيء بسماعات سوني. وبس هذا كان مقطعي، ان شاء الله كان مليء بالاخبار، واهم شيء كان مختصر ان شاء الله. اذا وصلت الى هذه الدقيقه علمني وش خططت عليه، اذا اكس بوكس ناوي على اكس بوكس حط قلب اخضر بالتعليقات، واذا ناوي على بلاي ستيشن حط قلب ازرق، واذا ناوي على بي سي حط قلب احمر. وحبيت اقول ان قناتي يا عيال تروني ماخذه مثل السناب والانستغرام، لا تحسبوني ماخذه بي سي، لا 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 ابد، اللي يطري على بالكم وتبون ننزله بالقناه بس اقترحوه لي بالتعليقات، وافضل انه يكون سيارات. وبس مع السلامه، وابي احط لكم العرض التشويقي او نقول تريلر حق بلايستيشن 5، اللي يهتم بتريلر بلايستيشن 5 وزي كذا يشوف هذا الفيديو، خلوكم. مرحبا بك في عالم يمنحك إحساسا أعمق. عالم حيث يرشدك الصوت. عالم تستشعر فيه القوة بين يديك. مرحبا بك في عالم جديد من الانغماس.